بحيث طيب الناس كلها تستفيد يعني. عظيم جدا، خلينا نتكلم اكتر عن اهداف الجمعية. الجمعية بتهدف لايه؟ بتعملوا ايه هناك؟ تهدف لمساعدة الفقراء والأيتام في بيوتهم في منازلهم، لأن مفيش دار، المرضى، رعاية المرضى والمسنين، واللي هو أكتر حاجة بقى بنهدف ليها اللي هو تنمية البراعم، تربية البراعم، البراعم اللي يعني البراعم اللي هم الأطفال الصغيرين، إن هم نربيهم على عمل الخير، وبرضو التدريب إن احنا ندربهم على الأعمال اليدوية والحاجات دي طيب في يعني. حاجة لفتت نظري، كنت شفت إن في قسم استقبال الرضع، إيه القسم ده؟ ده حضرتك احنا عندنا مثلا احنا بنعلم النساء التفصيل، آه هي بتبقى عايزة تتعلم بس عندها أطفال، يعني هتوديهم فين؟ يعني معظم في العاشر مغتربين بيبقوا من محافظات أخرى يعني، ما فيش ماما ولا خالته ولا مش عارف تودي عندها أولادها. فاحنا عشان نشجعها قلنا لها عندك لو ابنك رضيع هنسي يعني جايبين حد يعني بيرعاه، بيقعد مدة التدريب اللي هم مثلا ساعتين في اليوم او 4 ساعات زي ما القسم اللي هي بتتدرب فيه. لو هو كبير شوية عاملين له فصل تاني، مكان تاني بينتظر فيه، يعني زي هي استضافة يعني، حاجة استضافة حلوة جدا الاطفال علشان الأم اللي بتتدرب ما تبقاش شاغلة بالها بابنها، ده بالظبط. بيشجع الأمهات إن هما يقبلوا عليكم. بالظبط، فهو تسهيل، تسهيل ليها ان هي تيجي. برضو عندنا محو أمية، ما انا عايزاكي تكلميني اكتر بقى عن نظام الفصول. انا عارفة انتوا عاملين نظام فصول، عاوزاكي تبيني لي بالظبط ايه اوجه النشاط في الفصول دي. عندنا مثلا محو الأمية ده بيجي كلهم سيدات كبار، ممكن كبيرة في السن وبنتها بتسمع عندها. احنا قدامنا صور دلوقتي للنشاطات في الفصول، ممكن توضحي لي ايه ده؟ كاميرا حضرتك اهي، شايفة على فكرة، شايفة دي كويس. تقريبا دي للأطفال، ده دي محو أمية ولا لا دي الاستضافة بتاعت دي الأطفال. الاستضافة بتاعت الأطفال.